السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، الحلقة بتاعتنا النهاردة مليانة مفاجآت ومليانة كلام مهم، أتمنى منكم تسمعوها للآخر. الموضوع بتاع النهاردة يا جماعة، لسه بنتكلم في قضية نيرة طالبة المنصورة اللي اتذبحت يا جماعة على إيد صاحبها أو على إيد حبيبها يا جماعة. النهاردة الحلقة أقول لكم السبب الحقيقي في انتحار مصطفى توكل، وأقول لكم والدة محمد عادل قاتل طالبة المنصورة قالت ايه النهاردة، وقالت هو عمل ايه ليلة الجريمة او ليلة الموضوع اللي حصل ده. واقول لكم البلاغ اللي تقدم ضد الشيخ مبروك عطية بسبب اللي قاله عن نيرة طالبة المنصورة. هبتدي يا جماعة الاول بالموضوع بتاع محمد عادل. كلكم عارفين ان من قيمة يومين كان في واقعة كل الناس اتهزت بسببها، واقعة ذبح او قتل طالبة المنصورة على ايد شخص كان بيحبها كان بيموت فيها، ولما سمع ان هي كانت هتتخطب لشخص تاني راح وتربص لها ودبحها يا جماعة قدام الجامعة في الشارع قدام الناس اللي راحوا والجاي. طب محمد عادل بقى امه اتكلمت النهاردة في التحقيقات وقالت ايه عنه. قالت ان هو شخص سوي جدا يا جماعة. قالت ان هو في الليلة دي كان بيذاكر، ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيذاكر لانه كان عنده امتحان. وبتقول لك ان هو فضل سهران طول الليل بيذاكر، وبعد كده قام صلى الفجر، وبعد كده فطر وشرب عصير، وبعد كده قال لها يا امي انا نازل رايح الامتحان. طبعا ما كانتش تعرف ان هو واخد سكينة ومعزم النية من بالليل ان هو هيقتل نيرة اشرف. الجيران برضو بيقولوا يا جماعة ان هو شخص محترم، بيقولوا ان هما ما كانوش بيسمعوا صوته، بيقولوا ان هما كانوا بيحسوا ان هو عامل زي البنات منطوي ما بيكلمش حد في الحتة بتاعتهم خالص يا جماعة. حتى الاساتذة بتاعته في الجامعة بيقولوا متفوق وبيقولوا عليه محترم يا جماعة، لا حول ولا قوة الا بالله. طب ايه اللي وصله ان هو يوصل للحد ده؟ ايه اللي وصل شخص زي ده متفوق دراسيا محترم زي ما بيقول الكتاب؟ هو اي نعم ظروفه تعبانة وابوه متوفي وهو عايش مع امه واخواته البنات، بس محترم بيقولك ما بنسمعش صوته. ايه اللي وصل شخص ان هو يقتل واحدة بالمنظر ده؟ بيقولك ان هو كان بيحبها، بيقولك ان هو كان بيموت في التراب اللي بتمشي عليه، بيقولك ان دمه كان بيمشي فيه نيرة اشرف. لكن اللي بيحب حد ما يقتلوش، اللي بيحب حد ما يذبحوش، صح ولا انا غلطانه يا جماعه؟ هتكلم برضو معاكم في الموضوع ده في اخر الفيديو. السبب الحقيقي في انتحار مصطفى توكل يا جماعه ان اهله مرضوش يديله فلوس يتجوز فانتحر. ده السبب الحقيقي في انتحار مصطفى اللي رمى نفسه من فوق كوبري المنصوره بالعربيه بتاعته ونزل بالعربيه غرق طبعا ومات. كل ده بسبب ان اهله مرضوش يديله فلوس يتجوز. الموضوع اللي معايا التاني التالت البلاغ اللي متقدم ضد الشيخ مبروك عطية. مبروك عطية طلع عمل فيديو كان بيعلق على جريمة طالبة المنصورة او نيرة اشرف. طلع وقال بيقول، بص هو قال كده، هو بيقول لو انت مش عايزة تتقتلي اتحجبي، لو مش عايزة تتقتلي انزلي قفة من بيتك، انزلي مفيش حتة من جسمك باينة. وبعد كده قال الله يرحمها ودعا على الولد محمد عادل ده، وقال ان شاء الله ربنا يوقف في وشه يعني قاضي يديله اعدام على طول، وترحم على البنت وما قالش حاجة. هو كل اللي قاله عايزة ما تتقتليش البسي حجاب، عايزة ما تموتيش انزلي قفة من بيتك، مفيش حتة من جسمك باينة. الناس بقى يا جماعة خدوا الكلام بتاعه وقالوا ان هو شمتان في موت الطالبة بتاعت المنصورة. قالوا ان هو بيدي عذر لمحمد عادل القاتل ان هو يقتل طالبة المنصورة. بيقولك ان هو بيدي عذر لأي شاب دلوقتي يلاقي واحدة متبرجة او لابسة عريان يروح قتلها. لا، هو ما قالش الكلام ده. هو بيقول يا جماعة وانت نازلة من بيتك خليكي عفيفة ومحتشمة، خليكي محترمة، خليكي مفيش حتة من جسمك تبان. لكن هو ما اداش مبرر طبعا للقاتل. الكلام ده كله غلط،
هو بيقولك عشان ما حدش يضايقك في الشارع او عشان ما حدش يتعرض لك انزلي ما فيش حته من جسمك باينه. واظن ان هو مش غلطان في حته زي دي يا جماعه، صح ولا انا غلطانه؟ طبعا في ناس تقدمت ببلاغ ضده، بلاغات كتير قوي ضده، وهو المفروض هيتحقق معاه النهارده. فده الخبر برضو حبيت ان انا اوافقه بيه. والنهارده كان في تمثيل الجريمه، محمد عادل قاتل نيره اشرف كان بيمثل الجريمه النهارده في الشارع اللي اتقتل فيه نيره اشرف يا جماعه، كان بيمثل الجريمه بطريقه بشعه، صور والفيديوهات نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي. بجد حاجه تحزن يا جماعه، بجد حاجه وجعت قلبي لما شفت الواد. اول حاجه ده طعنه في ظهرها، وبعد كده فضل يطعم في صدرها لغايه ما البت وقعت، وبعد كده زي ما قلت لكم سكها ودبحها، يعني قطع رقبتها من العنق. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اللي وصل شخص بقى يا جماعه ان هو يقتل ويعمل كده يا جماعه؟ شخص متعلم، شخص اولا مش جاهل، عقله يوزن بلد، متفوق، بيقول لك زي الكتاب ما قال، الواد بيخرج من بيته للجامعه ومن جامعه ومن الجامعه لبيته. بتقول لك امه ان هو كان ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيذاكر ويحب نيره. ايه اللي وصله لحد كده يا جماعه؟ صاحبه ولادكم. السبب الاول والاخير في الواقعه دي ان احنا بعيد عن ربنا، ان الدين ما بقاش في بيوتنا، ان الدنيا يا جماعه ما بقاش الضاف في المجموع زي ما بيقولوا كده. الماده الدينيه ما بتضافش في المجموع، فالعيال ما بتهتمش. اللي وصل محمد عادل ان هو يقتل نيره اشرف، طبعا انا ما بدافعش عليه، ده مالوش مبرر والله يرحمها، وعمري ما دافع عليه. لكن اللي وصله لكده بعده عن الدين، التربيه الغلط، ان احنا ما بنصاحبش ولادنا. لا حول ولا قوه الا بالله. كلمتين برضو للناس اللي بيخشوا يكتبوا تعليقات على نيره اشرف سلبيه، يدخلوا يقول بصوا، طب شوفوا كانت بتلبس ايه، بصوا دي كانت بتتعرى، بصوا ده شعرها باين، بصوا دي كانت بتعمل مكياج وبتعمل فيديوهات، دي كانت عامله انستجرام وعامله فيسبوك وعارضه نفسها للي رايح واللي جاي. يا جماعه دي ماتت، لا حول ولا قوه الا بالله، بين ايات ربنا، هو اللي هيحاسبها. ربنا رحمن رحيم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كفايه تعليقات سلبيه عشان اهلها، كفايه كلام مش كويس على البنت عشان اخواتها وامها وابوها. بس ده اخر كلام عندي، وانا ما بدافعش على محمد عادل، والله يرحمها ان شاء الله باذن الله، ربنا يرحمها بعد اللي اتعمل فيها ده، ماتت موته بشعه، لا حول ولا قوه الا بالله. مستنيه رايكم في الفيديو ده.